لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور عصام. يعني نحن ما نزال أمام خلافات النفط بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، لكن هل الآن نحن أمام مرحلة جديدة من هذا الخلاف؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد في موضوعة الخلاف كلما يمر يوما يزداد تدهور هذا الخلاف، وبالتالي هذه المرحلة ربما تعقبها مراحل أكثر قساوة. فيما مضى من الزمن كان هنالك اتفاق بما يعرف أن يسلم الإقليم 250 ألف برميل من النفط يوميا، على أن تذهب الحكومة العراقية بتسديد حقيقة استحقاقات إقليم كردستان، وكان يسدد لها ما يقارب 138 مليون شهريا من الدولارات، وهو رواتب الموظفين. لكن حتى هذه الرواتب كانت تمتاز أن بقطع سبق وان قطعها المالكي في حكومته في عام 2014، وأتى العبادي أيضا، وبقيت هذه عملية الانسداد في توزيع الرواتب. لكن الذي حصل، أنا أقول في عهد حكومة عادل عبد المهدي كان هناك انفراج. الإشكالية القائمة اليوم، أنا أعتقد لدى وضع القادم فيه، إذا تم إقرار الموازنة، تصريحات الوزير النفط عفوا وزير المالية العراقي يقول إننا لن نذهب باتجاه تسديد ما لم يكن هناك أما أن تتولى الحكومة المركزية يعني أو يتم تسديد كل واردات النفط أو أقيامها بالنسبة إلى أقليم كردستان. ولذلك أقول أن الإقليم ذهب إلى تشكيل شركتين، الشركة الأولى كروك والشركة الثانية هي كومو، وكلاهما واحدة للاستخراج والأخرى للتسويق. في هذا الإطار الإقليم يسعى في نفس الوقت إلى إقرار القانون، وأنا أعتقد إذا بقي هذا الانسداد ولم يتم حله بعقلانية وحوار فإننا ذاهبون إلى تدويل القضية. طيب، بين الطرفين من سيكون الفاصل؟ من الحكم الآن، وخاصة بعد رفض حكومة إقليم كردستان لقرار المحكمة الاتحادية؟ يعني هنالك إشكالية بالتفسير. يعني المشكلة، إحنا لو ننظر لأول مرة في تاريخ القضاء العراقي يكون هنالك رؤيتين قضائيتين وهي متقاطعة وليس باحتماليات الحل المتعدد الأوجه. يعني مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان أكد وقال في حديثه أنه لا يمكن أن يأخذ بقرار المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية فأصدرت قرارها وفيها تبعات تنفيذية في هذا الموضوع. ولذلك أقول نحن بحاجة إلى معالجة حقيقية. السؤال الذي بيننا، يعني أنا أقول هنالك إشكاليات. إذا فتحنا باب التدويل لمثل هكذا قضية فإننا سنذهب إلى تدويل كثير من القضايا التي يختلف بين المركز والإقليم والمركز والمحافظات. طيب، الوفد العسكري الأمني رفيع المستوى الذي يقوم بالزيارة لإقليم كردستان، برأيك دكتور، يعني هذه الزيارة يعني هي يمكن أن تربط يعني مباشرة بملف النفط؟ يعني شوف، اكو تحديات بالعراق، هنالك ملف عسكري، هنالك ملف امني، هنالك ملف اقتصادي، وهنالك ملف سياسي. احيانا هنالك يكون شكل من اشكال الترابط. الان في ظل حكومه تصريف الاعمال للسيد مصطفى الكاظمي، اقول ان العمل العسكري هنالك تحديات، التحديات التي تواجه المركز والاقليم تكاد تكون مشتركه، مثل تحدي التنظيمات الارهابيه داعش. التحدي الآخر هو تواجد تنظيمات حزب البكك وحزب العمال الكردستاني الذي خلق شكل من أشكال أقول خرق السيادة، وبالتالي نجد في كل يوم هنالك قصف تركي لأكثر من منطقة. مع العلم كلنا يعلم أن تواجد قوات تركية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. هذا موضوع الملف العسكري بحاجة إلى تنسيق الجهود ما بين قوات البيشمركة وقوات الاتحادية. يعني مشكلتنا في العراق، أنا أقولها بكل صراحة، أننا دولة اتحادية، ولكن مفهوم الاتحاد بالأساس لن يترسخ لا في ذهنية الحكومة المركزية ولا في ذهن الطبقة السياسية الموجودة في إقليم كردستان. ولذلك نجد أن كل يحاول
الحكومة الاتحادية، وأنا لا أتحدث عن هذه الحكومة، قد تكون حكومة السيد الكاظمي هي أكثر تفاهما، أكثر قدرة على معالجة كثير من المشاكل بطريقة علمية لا تصل إلى حافات الصدام بمستوى من الوعي. لكن المشكلة في الطبقة السياسية، الطبقة السياسية لديها أحزاب، هذه الأحزاب تمتلك منصات تواصل اجتماعي، في حالة تستطيع أن تحرك الشارع العراقي بناء على طبيعة تفاهماتها. حينما تتفاهم مع الإقليم يكون الجو ربيع كما يقولون، وحينما تتقاطع مع الإقليم تشتعل منصات التواصل الاجتماعي بشكل من أشكال التحريض والوصول إلى كثير من الأزمات. دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.